نتكلم عن سماد ممتاز جدا للنبات. السماد ده موجود في اي بيت، مش هيكلفك جنيه واحد. هو مش موجود في اي بيت يعني بيكون موجود في المطبخ، لا، موجود في اي عند اي حد بيزرع الاسطح، ومتوفر بكثرة في الاوقات دي، وهو سماد التين الشوكي. السماد ده مبيت فطري ويمد النبات بمعظم العناصر الغذائية اللي بيحتاجها. طيب ايه هي طريقة الصنع وايه هي طريقة الاستخدام؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، اهلا وسهلا ومرحبا بكم فيديو جديد على قناة مصر الزراعية لزراعة الاسطح. الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم طريقة صنع سماد صبار التين الشوكي. مبدئيا كده احنا بنجهز المية في اي اناء على جنب، مية تكون صافية تماما، وبعدها بيتم تقطيع ان انا اقطع فيها الصبار او صبار التين الشوكي، بيتم ان انا اقطع فيها شجرة التين الشوكي طبعا، وبتتساب لمدة 3 ايام، تتخمر في المية لمدة 3 ايام. طيب ايه المقادير؟ اي حاجة تنفع، لو 100 كف على جردل عادي، ولو كف واحد على جردل عادي. ده ليه؟ لو كف واحد على جردل هيتم ان انا اروي بيه على طول، اما طيب لو كذا كف، لو مثلا 10 كفوف او 15 كف، لا، بيتم تخفيفه. وطبعا وبرضو زيادة السماد ده للنبات مش هيضر. دلوقتي انا هخففه على برميل السماد، وهروح مخفف على المية دي، والمية اللي في البرميل التاني دي المية الصافية، وده برميل السماد. دلوقتي انا هحطه في برميل السماد. المية لزجة، شوفوا كده، وعايز بقى ايه انزل، انا انزل كل المية اللي فيه، فهدلق عليه شوية مية كده. وعايز برضو اغسل الجردل، هدلق فيه شوية مية كده. وهنجيب اي حاجة ونروح ندوس عليه كده عشان ينزل معظم الغذاء اللي فيه، او معظم العصارة اللي فيه في البرميل. طيب كده هو خلص، كده هو مش راضي ينزل حاجة، فكده معناته ان هو خلص. هنيجي هنا اهو، وهنرجعه في الجردل تاني، وهنخمر عليه تخميرة تانية. نستاهل لكم يا جماعة، السماد ده ممكن نخمره مرتين 2 بس، وفي المرة التانية كمان يعني مش بيجيب مفعول زي المرة الأولى. طيب دلوقتي انا هغسل دي في البرميل علشان برضو خسارة البواقي اللي فيها دي. Thank you.
بس كده، وبعديها هيتم الري. وهيتم الري بالسماد ده دلوقتي. طبعا انا مش هروي بالسماد ده لوحدي، انا هروي بالسماد ده على هيوميك اسيد، على طحالب، على نيتروجين. ان شاء الله هيدي النباتات دفعة قوية جدا في النمو. طبعا يا جماعة انا بروي بالهيوميك اسيد فقط، ولكن انا عندي طحالب فانا مش هرميها، فبروي بها هي التانية. وبعمل اسمدة منزلية، يعني اسمدة مش هتكلفني حاجة. ده طبعا الاسمدة دي بجوار سماد قشور الخضروات والفواكه. طبعا السماد ده هو نمبر 1، والاسمدة دي يعني بتساعد، علشان انا ما كنتش حاطط اوراق شجر وحاجات كتير، ما كنتش حاطط كتير، فدي الاسمدة دي بتساعد.
وكده انا خلصت كل ري كل النباتات عندي على السطح قدامكم. انا رويت نباتاتي كلها قدامكم زي ما حضراتكم شفتوا دلوقتي. كده السماد ده ما فيهوش اي ضرر للنبات. بس كده ده كان فيديو النهاردة، وهو سماد قوي جدا موجود عند اي مزارع اسطح. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس الرمادي ليصلكم كل جديد ان شاء الله. وسبتنا في كل فيديو زراعة في الدنيا نمت على الزراعة. سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.